محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. في الجلسة الماضية درسنا المقدمة لآية الله الحسيني الطهراني تلميذ العلامة. الآن نبدأ بدراسة الكتاب أو الرسالة بنفسه. فالكلام يبدأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبعد، قال الله العلي العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك إنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه الآية أو في الحقيقة هذه الآيتان من سورة فصلت تدلان على أن الآيات الإلهية موجودة في الآفاق، وهنا يعني خارج الإنسان، وفي أنفسنا. فهاتان الآيتان تدعوان إلى معرفة النفس، إلى معرفة النفس وإلى الحصول على علم كامل بأن الله سبحانه وتعالى شاهد شهيد، يرانا يشاهدنا في كل مواقفنا، وأيضا هو بكل شيء محيط. هذه مقدمة البحث، خطبة البحث. بعد ذلك يأتي ببيتين من حافظ الشاعر المعروف، فهو في هذين البيتين المعروفين يقول: چه مبارك سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم داده. ويمدح الليلة التي، طبعا هو كان يعني ساهرا وكان يغذا، وفي الليلة هو أعطي برات، يعني رسالة للأمان يؤتى قبل مثلا من له قوة للأشخاص بأنكم مصونون من التعذيب وكذا. فبالليل، وهو يقارن هذه الليلة مع ليلة القدر، بالليل في وقت السحر أعطيت البرات، يعني ورقة الأمان. بي خود از شعشعه پرتو ذاتم کردم. هذه إشارة إلى ما يصل إليه العلامة في أواخر هذا الكتاب، هذه الرسالة، حول مسألة الفناء. حافظ يقول في تلك الليلة: جعلوني فارغا عن نفسي، كأنني لا أشعر بنفسي. باده از جام تجلی صفاتم دادن، به سبب انهم سقونی من کأس آف تجلی، یعنی صفات الله سبحانه وتعالی تجلت فی
ذاك الشراب وأنا سقيته وأشربت ذاك الكأس، بسبب ذلك أصبحت لا أشعر بنفسي. هذا طبعا له تفسير عرفاني، ليس هذا الشراب بالمعنى المعروف. السبب للإشارة إلى الآيتين من سورة فصلت وهذا الشعر هو إشارة إلى ما يأتي في هذا الكتاب، خاصة في القسم الأخير من هذا الكتاب. في خطبة الكتاب هذا شائع، يشيرون إلى أشياء يبحث في الكتاب. أما البحث، يقول الإنسان في هذه الدنيا مثله كمثل شخص يعيش في صحراء مظلم جدا، أو شخص يكون في البحر ولا يستطيع أن ينقذ نفسه وينجي نفسه، هو يتقلقل بين أمواج البحر. مثلنا في الدنيا هكذا، لأننا نتعرض لحجمات من قبل الدنيا، كل جذبة وجذبات من الدنيا تكون كالسهام أو أسهم موجهة إلينا، فنحن دائما نتعرض للخطر من جوانب مختلفة، ليس فقط من جانب واحد. فالإنسان حينما يستطيع أن يتخلص شوية من قليلا من هذه المشاكل، مثلا حب مثلا مال أو مثلا شهوات وكذا، بعد ذلك يصبح هناك نوع آخر من الحجمة، مثلا حب الأهل، حب مثلا زوج، زوجة، أولاد، ربما يصبح كعراقيل. طبعا حبهم لله جيد، ولكن حبهم لأنفسهم وربما أكثر، يصبح الحب الوحيد أو أكثر من الله، هذه مشكلة. فالإنسان السالك بعد التخلص من الحجمات من النوع الأول، يجب أن تخلص من الحجمات من النوع الثاني، ولكن هذا صعب. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يترك هذا الإنسان السالك الذي يريد أن ينقذ نفسه من دون دعم. ماذا يحدث بالإضافة إلى الهداية العامة وكل ما وفره الله سبحانه وتعالى من أسباب الهداية؟ بالإضافة لذلك الله سبحانه وتعالى له طرق أخرى، ومن أهم هذه الطرق الجذبة. يعني الله سبحانه وتعالى قد يرسل نفحات من الرحمة ويتحبب إلى هذا الإنسان ويجذب هذا الإنسان إلى الدين، إلى المعرفة، إلى الإيمان. في الحديث المعروف يقول: إن لربكم في أيام دحركم نفحات، ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. هذه النفحات تأتي، ولكن ليس هناك ضمان بأن هذه النفحات تبقى إلى الأبد، ربما أيام، ربما أسابيع، ربما أشهر. ولكن إذا نحن لا نستفيد ولا ننتهز الفرصة، ربما هذه النفحات تذهب. فهذه النفحات بالمصطلح العرفاني يسمونها، أو على الأقل قسم منها،
بالجذب، وورد في بعض التعابير جذبة من جذبات الحق توازي عبادة الثقلين، يعني ربما جذبة واحدة تغير مسير الإنسان. ربما أنتم جربتم هذا في عنفوان الشباب، ربما مثلا في ثلاثينات أربعينات، كل إنسان ربما جرب هذا. ربما بعد حادثة مؤلمة مثلا فقدان مثلا أحب الإنسان يحس، ربما لا بعد مثلا شيء من النجاح، ربما أصلا الإنسان لا يفهم، هذه ليس بأيدينا، نفحات تأتي، ولكن مهمة جدا، لأن الإنسان لأجل أن يجرب ويذوق حلاوة المحبة لله يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى أن يقطع جذور الحب للدنيا، ولكن هذه النفحات وهذه الجذبات تحدث حتى للإنسان في بداية وقبل حتى بداية، حتى في بعض الأحيان لشخص مذنب، ولكن قلبه طبعه لحد الآن جيد. فالله سبحانه وتعالى يرسل دعم إضافي لأجل أن يستنقذ هؤلاء. فيقول هذا الإنسان الذي يستفيد من هذه الجذبات والنفحات يبدأ بالسير والسلوك. السلوك بمعنى أخذ الطريق، والسير هنا بمعنى مشاهدة الآثار والخصوصيات للمنازل والمواقف في أثناء الطريق. تقريبا يعني معنى واحد، ولكن إذا نريد أن ندقق فمعنى السلوك والسير هكذا. بس كل سير، كل حركة يحتاج إلى زاد. يقول الزاد في هذه الرحلة هو المجاهدة. الزاد المجاهدة النفسانية والرياضات النفسانية، ليس للإنسان إلا ما سعى. الزاد لا يمكن شراؤه، الزاد شيء نحن علينا أن نصنعه، نبنيه، لا يمكن شراء زاد. نعم، ربما أنت صنعت شيئا ومثلا ذاك الشيء تفعل شيئا آخر لزاد إضافي، ولكن لا يمكن شراء الزاد أو سرقة الزاد، لا، يجب أن يأتي منا. فالمجاهدة والرياضة النفسانية هي الزاد. ويقول هذا السالك يبدأ بالطريق بمجاهدة، ولكن هناك أمر أصعب، قطع العلاقة مع الشهوات أو حتى مثلا أمور جيدة ولكن يمكن يصبح بنفسها غاية لنا مثلا حب الأهل. هذه الأخطار هو استطاع أن يجتاز، ولكن شيء أصعب يحدث. ما هو؟ هو حجمة الخيال. قوة الخيال في الإنسان قوية جدا، وقوة الخيال صحيح قد تؤدي إلى الفنون، يعني مثلا الفنانون، ليس فقط الشعراء، الشعراء، الأدباء، الرسامون، كل الفنانين يستفيدون قوة الخيال. حتى في بعض الأحيان علماء في مجال العلوم التجريبية في البداية عن طريق قوة الخيال يحصلون على بعض الآراء والأفكار، وبعد ذلك يتابعون ويستطيعون أن يبرهنوا على ذلك. قوة الخيال مهمة جدا، ولكن في نفس الوقت قوة الخيال
تستعصي ولا تسمح للإنسان أن تدبرها. قوة الخيال تلعب معنا. فأنت تستطيع مثلا إذا لا تريد أن تشاهد مثلا شيء غير صحيح، يمكن أن نوقف مثلا التلفزيون أو مثلا الموقع على الإنترنت، أو لا نسمع إلى مثلا موسيقى الحرام وكذا، أو مثلا هناك مثلا أشياء مثلا لا نريد أن نأكل، لا نذهب إلى ذاك المكان. ولكن هل يمكن أن نجد مكان نستطيع أن نحبس أنفسنا ونجعل أنفسنا في حماية من قوة الخيال؟ قل مثلا أذهب إلى هذه الغرفة، أغلق الباب حتى قوة الخيال لا تأتي. لا، حتى إنسان في أفضل الأوقات مثل وقت الصلاة يعاني من قوة الخيال. حتى في الحرم، إذا نذهب إلى الأعتاب الشريفة، إلى الحرم، إلى مسجد الحرام، إلى سائر الأماكن المقدسة، حتى هناك قوة الخيال لا تدعنا. قوة الخيال وراء كثير من مشاكلنا، خاصة لمن استطاع أن يتجاوز بعض الخطوات يعاني من قوة الخيال. قوة الخيال تزين لنا أشياء أكثر من الواقع. ربما مثلا إذا هناك مثلا حب لإنسان آخر مثلا لمرء أو مرأة، ذاك إنسان طبعا عادي، ولكن قوة الخيال تزين ذاك الشخص كأن ذاك الشخص لا يوجد لها بديل. ومثلا إذا هذا الشخص مثلا متزوج وهناك مثلا مرأة أجنبية، كأن تلك المرأة الأجنبية 1000 مرة أفضل من زوجته. هذه قوة الخيال. في بعض الأحيان حتى الإنسان ربما ينظر إلى مثلا رجل يتصور أنها مرأة جميلة وكذا، والقوة الخيال تريد أن تلعب مع الإنسان. وكذلك سائر الأمور، الإنسان ينظر إلى بيوت الناس يتصورهم في غاية الارتياح واللذة، فلا يرتاح إلى ما عنده. فقوة الخيال وقدرة مقام جاه كل هذه. على تهال السالك يواجه هذه العويسة قوة الخيال، ولكن عليه أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى ولا يتوقف. يجب أن يكافح ويدبر قوة الخيال. هناك شعر يقول: جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و از بیم زوال، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. بسبب ان نفسنا دائما تتصدم بقوة الخيال وتتصدم بالهموم التي تأتي من قوة الخيال، هل أربح هل أخسر، أصلا لا يستطيع أن يرتاح ولا يستطيع أن يعرج إلى السماء. فالسالك يجب أن يكافح أيضا هذه المشاكل تأتي من قوة الخيال. والشيء الذي هو يؤكد على ذلك هو في بعض الأحيان هناك خفايا من قوة الخيال. الإنسان ربما يتصور هو أنهاها، يعني ربما بعد مدة مثلا يحس بأنه استطاع أن يكون مسيطرا على قوة الخيال.
ولكن ربما اختفى شيء، ربما اختفى شيء في زوايا النفس، لأن نفس الإنسان ليس كقاعة وأنت تستطيع أن تشاهد كل شيء موجود في القاعة. نفس الإنسان بناية عظيمة، طوابق، غرف، خزانات، سردابات، يعني مدرج، هناك كثير من الأمور في نفس الإنسان. فربما العدو اختفى في زاوية، ربما الإنسان يتصور مثلا هو تخلص من الحسد، ولكن هنا ما هو يصبح مثلا 40 أو 50 في سنة في عمره الحسد يظهر، لأنه أصبح في موقف خاص، أصبح هناك مثلا شخص يتحداه في مثلا كمال وكذا. ربما نتصور مثلا ليس عندي رياء، نعم ربما حاليا ليس عندي رياء، ولكن هذا لا يعني أنا قلعت جذور الرياء. فالإنسان يجب أن يكون مهتما بهذا. هو يقول مثل هذا مثل مثلا إنسان عنده بالبيت مثلا شيء مثلا مثل مثلا مسبحة مليئة بالماء، ولبعض الأيام ليس شخص مثلا دخل في المسبحة أو ما كان هناك الرياح، على تحال الماء كان راكدا فرسب كل شيء من مثلا طين أو مثلا أوراق، أي شيء مثلا كان في تحت الماء، لذلك سطح الماء يكون شفافا كأنه ماء مطلق شفاف جدا، أنت تستطيع أن ترى حتى مثلا متر مترين من الماء. ولكن بمجرد الإنسان مثلا يدخل في هذه المسبحة ويبدأ يسبح، فحركات الماء تأتي بتلك الرسوبات إلى السطح، والإنسان يجد هذا الماء ما كانت ماء عذبا، بس كان فقط بسبب عدم ما يحركه كان يبدو كأنه عذب. فنفس الإنسان إذن هكذا. هذا بحث مهم طبعا في بعض المجالات الدروس الأخلاقية تعرضنا لهذا. الإنسان حينما يقع في الأزمة يري نفسه، إذا عندي كل شيء عادي، المناخ جيد، عندي مهنة، عندي رواتب، عندي سكن، عندي أولاد، أنا صحي، لا يوجد مشاكل، ليس شخص يتحداني، لا أستطيع أن أفهم مدى التزامي بالشريعة، مدى التزامي بالقيم الأخلاقية، لأن كل شيء مرتاح. فأنا ربما مثلا أقول 20% أو 30% من التقوى في هذه الظروف العادية أستطيع أن أبقى ملتزما، ولكن إذا أصبح مثلا فقيرا، أو إذا أفتقد مثلا مهنتي، أو إذا يصبح ولدي مريضا، هل أبقى هكذا؟ إذا هناك حرب أستطيع أن أبقى متقيا؟ إذا هناك مثلا تيار سياسي مخالف كيف أتعامل معه؟ فهذه مسألة مهمة. في الظروف العادية كثير من الأشياء ربما تختفي. على تال هذا مثال مفيد جدا، ولكن في هذا البحث حول قوة الخيال المسألة هكذا، يعني ربما نحن نتصور بأننا استطعنا أن نتسيطر على الخيال، ولكن
الأمر ليس سهل، فيجب أن نبذل جهودا كبيرة في هذا المجال. بعد اجتياز هذه المرحلة الثالثة، الإنسان يدخل عالم الأرواح، عالم الخيال، عالم البرزخ، بعد ذلك عالم الأرواح، وبعد عالم الأرواح عالم مشاهدة صفات الله، وبعد ذلك الفناء في ذات الله. في مرحلة اتصال بعالم الأرواح، الدخول في عالم الأرواح، الإنسان يبدأ بمشاهدة نفسه، وبعد ذلك كما قلنا معرفة صفات الله وأسماء الله، حتى يصل إلى مرحلة الفناء الكلي. إن شاء الله هذه الأمور نبحثها في الجلسات القادمة. أول شيء إن شاء الله نبدأ به في الجلسة القادمة هو استدلال قرآني لأجل أن يبين أن السالكين إلى الله يمكن أن يصبحوا من مصادق وجه الله. هذه نكتة قرآنية إن شاء الله في الجلسة القادمة هو يستدل عليها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، حفظكم الله تعالى. نعم، الكتاب بذاته طبعا سلس سهل الفهم، وجنابكم الكريم أيضا بالأمثلة التي تضربوها إن شاء الله أيضا تقربون المعنى إلى ذهن الحاضرين. شكرا جزيلا. الآن نفتح المجال للأخوة والأخوات اللي عندهم أي ملاحظات أي استفسارات، ومن أجل إن شاء الله أن استحثهم ربما في هذا الجزئية من كتاب لب اللباب، يستحضرني قول السيد أحمد الخميني رحمة الله عليه، ابن السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، يقول: كنا نجلس يعني في فناء دار، فرأيت الوالد مستغرق في النظر إلى يعني أشجار وهناك طيور وكذا، فسألته: يا والدي، إلى أين وصلت أفكارك وهذه عصافير فكرك؟ على أي أشجار جلست؟ فيقول رد علي مستغربا، قال: عصافير ذهني قد عقلتها ومسكتها، فهي لا تذهب إلى الأشجار بل أنا أوجهها. هذه طبعا من الأمور التي ممكن للإنسان المجاهد في سبيل الله، في سبيل نفس المجاهدة، أن يستطيع أن يشكو هذه النفس، وهذه مسألة غاية في الصعوبة. طبعا الآية الكريمة ربما أيضا تلخص ما تفضل به سماحة الشيخ: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تحتاج إلى هذه المجاهدة. شيخنا، سؤال: لماذا سمى عالم الخيال بعالم البرزخ؟ يعني لم تكن هناك يعني تسمية أخرى، لأنه عالم البرزخ معروف يعني ما هو لدى الإنسان البسيط ما بعد النوم، ما بعد الموت. فحينما أيضا يعني في العبارة الأولى في الصفحة 19 عندما ذكر كذا: فلا يخلص السالك كذا إلى أن يعني يصل إلى عالم البرزخ. طبعا يظن القارئ بأنه يقصد نهاية حياة السالك، ولكن هذا السؤال: لماذا سمى في عالم البرزخ؟ تفضل أسمعش. الله. عند الفلاسفة البرزخ اسم عام لا يطلق فقط على عالم بعد الموت. البرزخ يعني عالم المثال، عالم فيه الأمور مع شكل، مع حجم، مع مقدار، ولكن من دون المادة.
مثل الرؤية، ما نرى في الرؤيا من عالم البرزخ ومن عالم المثال، وقوة الخيال أيضا هكذا. فاصطلاح مصطلح فلسفي معناه ليس فقط ما بعد الموت، معناه مرحلة من الحقيقة ومن الوجود بين عالم المادة وعالم الأرواح أو عالم العقول، شيء يعني من التجرد الناقص إذا نريد أن نساوي. فعلامة طباطبائي رحمه الله في رسالته الإنسان قبل الدنيا يوضح هذه المسألة، يعني يقول هناك قوس النزول، هناك قوس النزول من الله يبدأ، بعد عالم العقل، بعد عالم المثال، بعد عالم المادة، وبعد ذلك نحن نصعد. فيجب أن إذا نصعد ونمر بعالم المثال وعالم العقول حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم. الأستاذة سندس تسأل كيف يمكن معرفة علامات الجذب؟ إشارة إلى قول المعصوم إن لربكم في أيام داركم نفحات ألا تتعرضوا لها. كيف يمكن لنا أن نعرف علامات هذا الجذب؟ ما هي آياته؟ ما هي دلالاته؟ نعم، الجذب يعني تغيير سريع، ليس جذريا ولكن تغيير إيجابي سريع يحصل للإنسان ويجعل الإنسان مهتما بالقضايا الدينية، يجعل الإنسان محبا لله، محبا للصلاة، محبا لخدمة الآخرين، بس ليس جذريا، لأجل ذلك ربما يزول. ففي فترة على الأقل مرة واحدة، هذا عادة يحدث في فترة من عمرنا، نحن نحس بشوق، ما أننا ما اختلفنا كثيرا، ولكن بسبب بعض الأمور، بسبب بعض الأحداث، أو بسبب أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا تجربة رائعة، هذا يحدث. فعلاماتها علامات الجذب الشوق، الحب، الحب لله، الحب للآخرين، شيء من نستطيع أن نقول من رقة النفس، النفس القلب يصبح رقيقا، غلظة والشدة والقساوة تذهب لمدة. شكرا جزيلا سمحت الشيخ. الدكتور باسم تفضلوا بسؤالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة دعنا نتكلم عن أساطير الخيال. طبعا تعرفون أساطيرتي أنه لكل ما يسمى المدرك الفقهي والمدرك الفلسفي، ولكل علم له اصطلاحاته ومداركه الخاصة. بالنسبة للتصور والخيال، يعني imagery and imagination، أكو فرق ما بين الخيال وما بين التصور. يعني من حيث علم النفس الإدراكي اللي هو cognitive psychology يقول عندنا one brain، دماغ واحد، ولكن two minds، عقلين، اللي يسمونه conscious and unconsciousness، الوعي واللاوعي. فالتصور هو مرتبط بالوعي اللي هو هسه الآن كلكم منتبهين لما أتكلم أو ما أطرحه من سؤال أو مداخلة، فهذا يسمى الوعي. حقيبة الوعي هو التصور وليس الخيال. أما الخيال مرتبط باللاوعي، وهذا أحياناً دائماً يقولون إنه اللاوعي دائماً يتجه للجانب النيجاتيف سايد، يعني للجانب السلبي أحياناً. فكلما سيطر اللاوعي على الوعي يكون الإنسان منفصلاً عن وجوده، يعني تأخذه العصافير، عصافير الخيال، من غصن إلى غصن، وإلى كأنما تقطفه الطير في القرآن الكريم، أو يهوي أو تهوي به الريح إلى مكان سحيق. فأنا اللي من سؤالي، حتى كما يقول الشيخ الطوسي، الجمع أولى من الطرح، هل أستطيع أن أقول أنه بما
درسته في علم النفس الإدراكي، أنه الخيال هو مرتبط باللاوعي، وهذا اللاوعي يبعد الإنسان أحياناً عن الحقيقة حتى يفقده وجوده وشعور بوجوده. وأما التصور هو مرتبط بالانتباه ومرتبط بالوعي، وهذا يمكن أن يقوده إلى الجذبات الإلهية، لأنه التصور أقرب للبصيرة، فكشفنا عن غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهل أستطيع بهذا المفهوم؟ أنا في نفسي يعني وتجربتي البسيطة أحس بهذا الشيء، فما هو رأيكم سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خير وآسف على الإطالة. الله يحفظكم إن شاء الله يحفظكم. طبعا نحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. إذا يريد مثلا شخص يقول أنا أعني بالتصور هذا بالخيال هذا يمكن، ولكن ما يعني الحكماء والفلاسفة بالتصور أعم. كل ما يوجد في ذهننا إما تصور أو تصديق، إذا يكون من دون حكم يكون تصور، إذا يكون مع الحكم يكون تصديق. كل معرفتنا هكذا. وهنا ما يأتي إلى التصور، للتصور هناك مناشئ. من أين جاء هذا التصور؟ ربما التصور يأتي من باب الحس، ربما التصور يأتي من باب الحس الباطني، حس الداخلي، وربما نحن نجمع أو نجز ما جاء من الحس بقوة الخيال. مثلا أنا ما رأيت إنسان إلا مع رأس واحد، ولكن بقوة الخيال أجعل الإنسان في ذهني رأسين أو ثلاثة رؤوس. هنا خيال يعني يصبح ما قلت imagination، بس خيال ليس فقط هذا، هذا نوع من الخيال. ولكن مثلا ما أرى في الرؤيا في المنام، وربما يكون الرؤيا صادقة، هذا أيضا من مصطلح الفلسفي يسمى بالخيال. وإذا خيال قد يكون مع الوعي، لأنني الآن أشعر به. إذا يكون من دون الوعي يعني يؤثر ولكن أنا لا أرى. على اتخال المصطلحات قريبة ولكن في بعض الأحيان مختلفة. الشيء الذي هؤلاء الحكماء يعنون بالخيال كما قلت ليس فقط يعني في داخل الإنسان، يعني هذه مرحلة من مراحل الوجود أو عالم من عوالم الوجود يقع بين عالم المادة وعالم العقل، ونحن عندنا تجربة عن ذلك، ولكن هذا يختلف عن imagination. يعني ربما يعني حقيقة حتى أفضل من حقائق عالم المادة. يعني عفوا سمحت الشيخ، يعني طرحتم الآن في علم المنطق ما يسمى بالتصور، التصور العلم الحصول الحضوري أو التصور، التصور والمصداق. نعم، التصور والتصديق لعلم الحصولي والحضوري، يعني حضور علم الإنسان علم الشخصي بذاته، أما التصور هو كسب يعني العيان الخارجية ما في الداخل، يعني التصور والتصديق. والتصور ينقسم قسمين كما ذكرتم، لكن هذا في علم المنطق، وما بال القضايا النفسية؟ يعني هو صح النفس هو العقل بمفهوم علم المنطق، لأنه إحنا كل ما في وجود الإنسان هو الدماغ، الدماغ هو الحاكم وهو الرئيس وهو المسيطر وهو يمتلك كل المشاعر والأحاسيس وكذا، هذا حسب ما درسنا. لكن في الجانب الفلسفي الآن حضرتك دخلتنا بالتصور والتصديق، والتصور أيضا في بعدان البعد التصور الحضوري والحصولي، ما يسمى بالمكتسب والذاتي. فهل أستطيع أن أقول والله هو الموضوع جدا معقد، يعني حتى لو أطرح سؤال أنا أكون يعني الموضوع على مثل ما ذكرت إنه جسم العقل الإنسان له محطات كثيرة وزوايا كثيرة
وقد تكون تظن أن هذا الشيء في هذا المكان ويظهر في مكان آخر. فشكرا جزيلا. الله يحفظكم، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا. على كل حال ما عندنا أي سؤال، ولكن بس على أساس أربط بين الفلسفة والعرفان في مسألة التصور، هناك العديد من الأحاديث التي تنهي عن التفكر في ذات الله، وإنما يعني تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذات الله. مثلا من نظر في الله كيف هو هلاك، وكثير من هذه التي الإمام الصادق إياكم التفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها. يعني قد يعني ندخل في عالم الخيال وأن نتخيل مثلا أن الله شلون يده مبسوطة، أو مثلا وجهه مثلا يبقى وجهه أو كذا، كأننا نتصور طبعا يعني المجسمة، ولكن حتى يعني عقل الإنسان قد يأخذه إلى هذه المجالات. فهل هي هذه مغزى هذه الأحاديث الكثيرة المعتبرة التي جاءت عن المعصومين، أنه لا تتفكروا في ذات الله إنما تفكروا في آلاء الله، في صفات الله، في كذا؟ تفضلوا سماحة الشيخ. نعم، هذا بحث في 40 حديث، يعني في الدروس الإنجليزية حول 40 حديثا للإمام الخميني. هناك بحث في الجلسات الأخيرة حول هذه المسألة. أولا، شيء من هذا يرجع إلى المخاطب، من كان مخاطب الإمام عليه السلام. في بعض الأحيان هم نهوا عن الوقوع في هذه الأمور بعض الأشخاص أو بعض الفئات من الناس، ولكن نجد أنهم شجعوا بعض آخرين. هذا شيء. الشيء الثاني هو أنه معرفة ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان، لأجل ذلك كل ما نحن نأتي به، الحديث يقول كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم. فالإنسان لا يستطيع أن يفهم ذات الله، ولكن لا بأس بأن يجهز نفسه ويدرب نفسه تحت إشراف الأساتذة لأجل أن يحصل على معرفة أفضل من الله، لأن ما يوجد في القرآن أيضا جزء منه بالأخير يرجع إلى ذات الله، ذات لها هذه الكمالات، فهذا معرفة ذات الله. أو مثلا ما يوجد في الأدعية هذا يرجع إلى ذات الله. ولكن الإنسان الذي مدرب مجهز يعرف أين يستطيع أن يتقدم، أين يجب أن يسكت أو يصبر أو هكذا. على أي حال، معرفة الله شيء أو طريق لا نهاية لها، وكل إنسان إلى نهاية عمره يستطيع أن يتقدم. ليس هناك شيء يمكن أن مثلا نصل ويقال لنا أنت مثلا محروم من هذا، ولكن بالأخير لا نستطيع أن نصل إلى نهاية المطاف، كما قال رسول الله: ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك. فيجب أن نشجع الناس على تعلم الإلهيات والفلسفة هكذا، ولكن أيضا نقول ليس هذه مسألة سهلة، لأن هناك أخطار وهناك يعني مزلات، فيجب أن يكون إنسان حذرا جدا. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. أتصور إذا ماكو أسئلة، إذا وصلنا إلى ختام هذه الجلسة المباركة،
الطيبة، والله إن شاء الله أيضا أن نجذرها في نفوسنا إن شاء الله. وتترجم في أعمالنا إن شاء الله وفي مستقبلنا بإذن إن شاء الله الله تعالى. إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنا لا أدري أخ دكتور باسم، أنا في الكلام الثاني ما فهمته، كان هناك سؤال، إذا أنا فقدني سؤال وما أجبت على سؤال، يعني أنا تصورته كان يعني ليس هناك سؤال آخر. يسأل يقول يريد ورد. ماذا؟ يريد وردا وردا. نتمسك به. نعم، يعني لا سمح الله لا أريد أن أبقي شيء من دون جواب، بس تصورته الحمد لله حصلنا على شيء من يعني مفاهمة، فما فهمت هناك سؤال آخر. على أي حال أشكركم جميعا على متابعتكم وعلى ملاحظاتكم، وإن شاء الله كمجموعة نحن إن شاء الله نسلك هذا الطريق معا. الناس يذهبون إلى الحج والعمرة والزيارة، وإن شاء الله نحن إذا نذهب، ولكن أيضا هذه زيارة، إن شاء الله سفر لزيارة الله سبحانه وتعالى، نذهب معا إن شاء الله وندعو إن شاء الله بعضنا للبعض حتى الله يوفق إن شاء الله الجميع لهذا إن شاء الله السلوك الإلهي إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور أرواح العلامة الطباطبائي وسائر الأساتذة والعلماء، حتى إن شاء الله بتنويرهم نحن نستطيع أن نستفيد أكثر منهم، لأن تنوير الأرواح إن شاء الله تؤثر على الأحياء. أسألكم الدعاء. شكرا جزيلا سماحة الشيخ ورحم الله والديكم، وشكرا لكل الأخوة والأخوات، أشوف الجميع ما شاء الله يعني متابع رحم الله والدكم. إن شاء الله إذا نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله لكم ولنا السفر والوصول بسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وآله محمد. في أمان الله. Yeah,